هنا ساعتها هنواجه ده ازاي؟ يعني برضو دي حاجات حقيقيه وموجوده. صحيح. طبيا وعلميا، وفكره استهلاك المراه من وهي صغيره، ودي نقطه مهمه جدا، ان البنات فعلا في الريف بيتجوزوا صغيرين، وكتير بقى في مجتمعنا بيتجوزوا صغيرين، بتتجوزي 17 و18 والكلام ده كله واقل، فبيتم استهلاك المراه سريعا جدا. ممكن اتكلم بس عن حاجه يعني انا بشوفها مهمه الحقيقه، ويمكن انت اشرتي ليها في الاول، هي فكره هو ليه المجتمع دايما بيحمل المراه هذه يعني الناحيه وما يحملهاش للراجل؟ يعني الراجل لما يوصل لسن ال50 الست بقى سن الياس. نفسي اعرف مين اللي سماه سن الياس. سن الياس يعني هو اسمه مينوبوز. هو ياس ان هو هو ياس انها تخلف. اظن ان الياس له علاقه بالخلفه. المينوبوز هي توقف الدوره الشهريه، ولكن ان احنا نترجمها لسن الياس، يعني ده بيسموه الايج اوف ميريكل بره، اللي هو ان يبدا يحصل اختلاف في حياتك. انما مساله ان هو يتسمى كده، نفس فكره ان احنا دايما نقول مثلا الراجل لما بيطلق بيبقى هو منفصل والست مطلقه، لما ما يتجوزش هو مش متجوز بس هي عانس. لا، وهي ليها عدة وهو ملوش عدة. يعني في بعض الحقيقه المسميات احنا محتاجين نكف ايدينا عنها في المجتمع، يعني لابد ان احنا نبطل نتكلم عن المسميات دي. حتى الكتابه بنقول الكاتبه نسويه، اصل قلم مراه. طب ليه ما بنقولش هي المرأة حاملة لقب طول الوقت؟ لا، هو دايما بيتم تصنيفها او عانس او مطلقة او عاقر ما خلفتش او وصلت سن اليأس. انت ايه رأيك في قصة تسمية سن اليأس دي؟ لا لا، ده كلام. بصي لميس، هي في احنا عندنا حاجتين، ايذر لنا حسيب وداني للمسميات والليبل من اخطر الحاجات فبنمشي عليها، او انا اكني ما بسمعش خالص. يعني كان في مرة قصة عن الضفادع. ضفادع عايزة تطلع جبل، خلاص، والضفادع دي كلها تطلع جبل، جبل ده رهيب مستحيل يطلع، أوكي. فكل الضفادع قعدوا يكلموا بعض، إحنا مستحيل نطلع الجبل ده، خلاص. لقوا واحدة في الآخر طلعت، لقوها إنها دف مش بتسمع. فمهم قوي إن أنا ما سيبش، طالما في مسميات حصلت خاطئة ما سيبش. انا كنت مع ناس قريب جدا، راجل وست، امراه اتجوزت وهي عمرها 17 سنه، هم عندهم احفاد. لاف ستوري. الناس لما بتتجوز بدري بتقدر برضو تعمل حاجات كتيره انسان. فالفكره ان انا ما اسيبش نفسي. انا لو انا ما بروحش الجيم انا بتمشى، انا بروحش الجيم بس انا بتمشى. فالتمشيه اللي هي في شوارع مصر وفي كل حته احنا نقدر نعملها. في ناس بتتمشى جوه البيت بتاعها. فما فيش حاجه ما نقدرش ان احنا نعملها. تغيير الفكره بتاعتنا،